عليكم، معكم الطبيبة عيشاوي أسماء، أخصائية في أمراض النساء والتوليد من مصحة بوكارو. اليوم رايحين نجاوبكم على الأسئلة اللي طرحتوها حول موضوع تكيس المبايض. نعم، تقضية شربية كلوميد توصلي حتى لست دورات بشهر تحت مراقبة طبية. أنا ننصحك سيدتي باش تتبعي على المرض تكيس المبايض والأعراض اللي عندك عند الميدسان جينيكولوج، يمدلك تشربي مزيان 35 ويتبع الحالة تاعك، يوم ما باش تعالجي الأعراض اللي عندك اللي هي الشعر والأكني عند طبيب تاع الجلد. تناول الأدوية الهرمونية لعلاج مرض تكيس المبايض قبل حدوث الحمل ما عنده حتى علاقة ولا أثر بعد حدوث الحمل. نعم، تقدر تكون مرأة حامل عندها تكيس المبايض وما يروحش بعد الولادة لأنه مرض مزمن. من أعراض تكيس المبايض عدم انتظام الدورة الشهرية، ظهور حب الشباب على مستوى الظهر والوجه، ظهور شعر في أماكن غير عادية عند المرأة، الإجهاد المتكرر وفي بعض الحالات تأخر الإنجاب. على عكس ما هو شائع، التنشيط لا ينقص من مخزون البويضات. نعم، تكيس المبايض قد يكون سبب في تأخر الحمل لأنه عند المرأة التي تعاني من هذا المرض كاين دورات ما يكونش خلاص فيها التبويض، كاين دي سيكل انوفيلاتوار. مرض تكيس المبايض هو مرض مزمن والعلاج راح يكون للأعراض تاعو. نعم سيدتي، ننصحك بالتثقيب لأن التثقيب يخضع إلى شروط وهذا القرار يعود إلى الميدسان تريتمون تاعك. توقيف الحليب لا يمنع تكيس المبايض، بصح لازم تتجنبي مشتقات الحليب اللي تكون غنية بالمواد الدسمة. اللي تكون عندها تكيس المبايض راح تكون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكري، ولتجنب هذا المرض لازم تتبع نظام غذائي معين. المرأة اللي تكون تعاني من هذا المرض لازم تتبع نظام غذائي يكون غني بالألياف، قليل الدسم، تبتعد عن السكريات، المشروبات الغازية، ممارسة النشاط البدني مستمر، والإنقاص من الوزن. وفي الأخير ننصح النساء التي تعاني من تكيس المبايض أنها تكون عندها متابعة دورية عند الطبيب.